أعزائي أخواتي العزيزات، كما سبق لي قلت لكم بأنني غادي ندعم معكم في سلسلة حلويات بمناسبة إن شاء الله هاد العياد اللي جايين ديال عيد الصغير عيد كبير عاشور، المهم جايين غير المناسبات إن شاء الله والعراسات والصيف. هذا دابا غادي نقدم لكم كي كيقولوا محبوبة الجماهير اللي هي حلوة ريش بوند، معروفة بزاف وهي حلوة شعبية. هنا كي كتشوفوا في المقادير عندي واحد 125 غرام ديال الزبده ذوبتها، لقاش جاتني واحد لا كوموند على قفله ما كانتش عندي موجوده، وليت ذوبتها باش دغيا نسربي نوجدها الماء ليها. عندي هنايا كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، جوج بيضات، خماره وحده، كيف عودتكم قبيصه الملح، وغادي ندير في المنسمات نكهه الحامض. تقدر ديري ديك الساشيه ديال السكر فاني، ولا ديري سميتو ما الزهر. انا غادي ندير هنايا روح ديال الحامض، والدقيق دائما كيبقى حسب الكميه اللي غندخل في السوائل. دابا غادي نبدا لكم بالترتيب، نبداو في العجينه ديال ريش بوند ديالنا، وبسم الله على بركه الله. هنا كي كتشوفي اختي العزيزه، هنا عندي الزبده، غادي نضيف لها سنيده سكر سنيده، كاس عندي هنا ديال العنبه، غادي نخدمهم شويه. هنا شوف كي سهلت ليا ديك الزبده من بعد ما ذوبتها، غير ولات ساهله انها تخدم مع سنيده. هنا غادي نضيف عليهم الزيت، كاس ديال الزيت كذلك، كاس زيت وكاس سنيدة. غادي نخدم العجينة ديالي مزيان حتى يتجانسوا بعضياتهم المواد، عاد نزيد نضيف لهم البيض، عندي هنا جوج بيضات، ندخلوا بعدا سنيدة في الزبدة والزيت. هنا كي كتشوفي اختي العزيزه ضفت جوج بيضات، هذه حلوه معروفه من زمان بزاف، ولكن باقي شي واخده الشعبيه ديالتها في وسط المجتمع، حقا حلوه زوينه بزاف في المذاق ديالها، واحد النوع من الحلويات اللي ما كينقرضش، كيبقى ديما الناس كيرجعوا ليه ديما، وقت ما كانت شي مناسبه كيرجعوا ليه. هنا غادي نزيدوا واحد قبيصه ديال الملحه، كيف ما عودتكم ديما وقت ما نضت شي حلوه كتشوفوني راه قبيصه الملحه ضروريه. دابا غادي ندوز الدقيق ديالي، اول اللي قلت لكم ديجا مغربل، قبل ما ندير الدقيق عفوا غادي ندير بعدا داك المنسم ديالي اللي بغيت انا ندير ليه، هو نكهه الحامض، لان ما درتش داك الساشي ديال السكر فاني، ما درتش الماء الزهر، الماء الزهر غادي نديرو منين بندير الفينيسيون في الخط ديال الحلوه ديالي، ولكن في لاباط اللي كنعجن دابا بغيت ندير داك المنسم ديال الحامض، لقاش ممكن ديري قشره الحامض ما مطوفاش، فضلت انني ندير النكهه ديال الحامض، او لا عندك الفرومبواز او لا عندك اي نكهه اخرى اللي بغيتي كتدخليها. دابا انا فضلت انني ندير ديال الحامض. هذا الساشيات كيتباعوا ب 5 دراهم موجودين فين ما مشيتي، كدير واحد القياس مقدار راس المعلقه باش ما يكونش مر، الا كثرتي هاد النكهه راه العجينه عندك تتولي مره، كديري من بعد كتدقي العجينه ديالك تدقيها بلسانك، كان باقي بغيتي تزيدي شويه ديال النكهه راه كتزيديها، كانت النكهه راه عطات بالجهد ديالها والريحه ديالها عطات في هاد لاباط ديالك بركه بلا ما تزيدي تضيفي باش ما تخسريش لاباط ديالك. الروح راه ماشي هي قشره الحامض، بحال قلتي تاني روح الزهر ماشي هو الزهر، الا شريتي ديك القرعه العاديه تديري نص كاس الزهر ماشي هو راس المعلقه ديال الروح. لاباط ديالنا هي ولات بوماط، شوفي كي ولات بوماط، لان العجينه ما كنخدموهاش، كدوقي ياك ما يكون مار، نزيد واحد شويه، نزيد واحد راس المعلقه. دابا غادي نضيف الدقيق وندير معاه ديك الساشيه ديال الخميره الكيماوي، الخميره الحمراء،
صافا غنبدا ندير الدقيق ديالي. هنا الدقيق ما تيكونش تديري العبار، يعني غادي ندخل ندير معاه الخميره. ما عندكش العبار في الدقيق تقريبا، ديما الدقيق فيه اللي كيشرب اللي ما كيشربش. الماء هنا تتخدمي عينك مزال، المهم ما تقصحيش العجينه ديالك. حقا كنتعلموا الحلاوي حتى تنعياو ترجعوا لهاد الحلوه هادي، لاقاش زوينه بزاف وقديمه بزاف حتى هي من الحلويات القدام. الدقيق ما يغشكش، ما زعما ما يغشمكش، ما يغشمكش وتكثري من الدقه الاولى. تديها هكا بشوي بشوي، كتدخلي بشوي بشوي حتى تتوقف العجينه ديالك، ديك الساعه كتحبسي. هنا اختي العزيزه ها هي العجينه ديالنا، جبناها ها هي كتكون مرطبه، ها هي شتي كي دايره مرطبه، الزيت ما كتلصقش. دابا غادي ندوزو باش نشكلو الشكل ديال الحلوه ديال ريش بوند ديالنا. العجينه ها هي وجدات، كناخذ كويرات هكا صغيورين، انا بغيت نديرها غير صغيوره، ما بغيتش نديرها كبيره بزاف. غادي ندير وحده فوق وحده، ما بغيتش ندير هي مع فيها الخميره مازال غادي تزيد تكبر. انا غادي ندير كويرات صغيورين، غادي نوريكم جوج كويرات ومن بعد غادي نمشي حتى نكمل الطوات ديالي كلهم ونوريهم لك منين يطيبوا. ها هذا هو الشكل اللي غادي ندير ديالهم على هذا الشكل، هذا كويرات صغيورين، لقاش غادي نلصقو وحده فوق وحده. دابا من بعد ما نكمل الطوات ديالي غادي ندخلهم الفران، ومنين يطيبوا غادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم بعد باش ندوزو باش نديرو لهم الفينيسيون ديالهم. اخواني الاعزاء اخواتي العزاز، من بعد ما طابو طابت حلوه ريش بوند ديالنا، هادو هما الحلوه، هادو هما الشكيلات اللي حصلنا عليه. عندنا هاد البانيو والكماله هي هادي الكميه اللي عطاتنا هذيك العجينه اللي درنا. دابا غادي ندوزو كيفاش نصاوبو الحلوه ديالنا باش تكون على الشكل النهائي ديالها. هنا كي كتشوفوا عندي الكوفيتير درت فيه شويه ديال الماء الزهر وسخنته، دابا غادي نضيف ليه واحد جوج معلقات ديال النطاج، هنا كنحتاجو الكوفيتير درت فيه شويه الزهر. وهذا هنا عندنا الكوك فاش غادي نفندو الحلوه ديالنا ديال ريش بون. هنا غادي ناخد واحد جوج معلقات ديال النطاج، كوفي ديال الكوفيتير ديالها هو سخنتو. دابا غادي ندوزو باش نصاوبو الحلوه ديالنا على الشكل النهائي ديالها. هنا اخواتي العزيزات درت مزيج ما بين النطاج والكوفيتير، واحد شويه قطيره ديال الزهر مع الزهر. دابا غادي نبدا ناخد هاد الحلوه ديالي ونبدا نلوحها في الكوفيتير. بطبيعه الحال هنا غادي نحتاج المساعده، على انني انا منين ندير يديا في الكوفيتير ما يمكنليش نديرها في الكوك. هنا كنطلب النجده من الابن ديالي باش يعاونني في الكوك. كما كي كتشوفوا كندخلوا الكوفيتير، كندخلوا هذوك المواد ها هما، كتحركي مزيان الحلوه ديالك بطبيعه الحال ما غاديش تهرسها، كنحركها بكل حريه ما غاديش تهرس. هنا كنحرك باش ندخل المكونات في بعضياتهم. هنا هنا المساعد ديالي هو راه بدا في الخدمه ديالو، هو غادي يوريها لكم منين يهزها من الكوك. هذا هو الشكل ديالها، وفي النهايه غادي نوريها لكم في طبق التقديم وبالصحه والراحه. اخواني الاعزاء اخواتي العزيزات، هذه هي الشكل النهائي ديال محبوبه الجماهير اللي هي حلوه ريش بوند، الحلوه اللي هي عريقه وباقي الناس ما تخلاوش عليها في كل المناسبات وبالصحه والراحه.